أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ ناصر عبد العزيز من MN صالون. أهلا أستاذ ناصر. مرحبا، أهلين وسهلين، نورتونا وشرفتونا بزيارتكم. نورتنا أستاذ ناصر ببرنامج، وبالبداية نتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع الصالون. صالون MN باربر تأسس من خلال سنة تقريبا، وأدنى الخدمات الرجالية جميعها اللي هي قص الشعر وقص اللحية والصبغ، وعندنا أنواع الصبغ، وعندنا المانيكير بدكير، وعندنا الفيشل، عندنا أنواع الفيشل مش نوع واحد، أيضا عندنا هير سبا، وكل شيء اللي قص الرجال موجود عندنا. أستاذ ناصر، ممكن تكلمنا المزيد عن الخدمات اللي متوفرة حاليا في الصالون، وكيف تميز صالونكم بتقديم هذه الخدمات في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات؟ نتميز نحن في البرودكشن، البرودكت الموجود عندنا، وعندنا سيرفيز، عندنا الفيشل، عندنا نوعين من الفيشل، الفيشل النورمال اللي هو العادي، وعندنا الفيشل اللي هو بالجهاز، وعندنا قصات الشعر الفيد، نحن متميزين جدا في الفيد، قصات الفيد، وعندنا تاتو للشعر للأشخاص اللي مصلعين اللي ما فيهم شعر، نسوي لهم التاتو فيغطي، ما ينعرف انه شعر ولا ما يبين انه شعر او تاتو، وعندنا البرودكت جدا عالي هاي كواليتي اللي نستخدم. استاذ ناصر، بعد النجاح اللي حققته والسمعة الرائعة اللي وصلتوا لها، ما هي خططكم، ما هي رؤيتكم المستقبلية للصالون؟ الخطة المستقبلية نفتح 10 افراع في جميع دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع في كل الإمارات اللي في الدولة. نتمنى لكم دائما التوفيق وتوصلوا لجميع الإمارات. مشكورين. أستاذ ناصر، كرائد أعمال وصاحب خبرة في مجال البزنس، ما هي نصيحتك لأي رائد أعمال جديد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ نصيحتي لكل رائد أعمال سواء صغير في السن أو كبير في السن، أن لا يتردد يتجه للتجارة والبزنس، لأن مدخول ثاني هذا له، يكون إذا كان هو موظف أو إذا كان هو فقط تاجر رائد أعمال. فأنا شخص من تجربتي فتحت مطعم خسرت فيه 3 مليون درهم، ما استسلمت، اتجهت لبزنس ثاني وثالث ورابع، والحمد لله اليوم كما تشوفون MN باربر هاي إحدى المشاريع اللي أملكها. أستاذ ناصر، كرائد أعمال، ما هي وجهة نظرك في أهمية الأمن والأمان المتوفر حاليا في دولة الإمارات وتأثيرها على الاستثمار والبزنس؟ الحمد لله اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهم الله ورعاهم، الأمان موجود بقيادتهم الرشيدة. فإذا أي دولة ما فيها أمان ما بيكون فيها استثمار ولا بزنس، ما بتقدر تفتح أو تنتج أو تؤدي التجارة بشكل صحيح، بيكون في تهديد. ولكن عندنا في دولة الإمارات دعم القيادة الرشيدة والحكومة، كما ترون في دولة الإمارات جميع الجنسيات من جميع الدول، ليش انهم في دولة الإمارات ينشؤون البزنس او تجارة عندنا في الإمارات؟ بحكم الأمان، الأمن والأمان له تأثير ودافع قوي في التجارة. أستاذ ناصر، بالنهاية بدي تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعونا حاليا كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع MN باربر. يقدرون يتواصلون عن طريق الجوجل ماب او الجوجل ويب سايت، موجودين نحن، اذا يضغطون MN سيرش MN باربر they will found us in في دبي ستوديو سيتي، موجودين، ويا مرحبا في الكل. شكرا جزيلا استاذ ناصر، نتمنى لك دائما التوفيق، ونشكر جميع طاقم العمل في الصالون، نتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح. العفو، مشكورين على جهودكم المبذوله، وتشرفت في حضور اللقاء معاكم، وإن شاء الله إلى الأمام دائما. شكرا جزيلا أستاذ ناصر. العفو. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.